يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس وبخاصة من الشباب هداهم الله من إذا دخل المسجد والإمام يقرأ ينتظر، نعم. فل يقول من الناس ومن الشباب خاصة هداهم الله من إذا دخل المسجد والإمام يقرأ ينتظر فلا يدخل مع الإمام حتى يركع، فهل يكون بذلك مدركا للركعة؟ هذا فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه ما يدرك الركعة، ما يدرك الركعة بإدراك الركوع فقط، هذا على خطر، عليه أنه يبادر بالدخول مع الإمام. الإمام البخاري يرى أن ما تدرك الركعة بإدراك الركوع، يرى أن ما تدرك الركعة بإدراك الركوع، وغيره من بعض المحدثين، فالمسألة فيها خطر. نعم.